دوك الثقافه تياخذوهم من الاهل ديالهم داكشي قديم. واش غادي نقول لك اللي تيهز داكشي تيخليه عنده في الدار ان فوا تيحيد ديك الهضره تيجي بولادو اجي انت مسح فوجك عاوتاني اجي انت مسح فوجك تيطلص ولادو كاملين بديك الهضره. ما داكشي ثقافه خداوهم من الاجداد ديالهم وقديم داكشي وما كاينش منه حتى شي حاجه. لا ما كنتش سامع دابا عاد خسروا معقولهم ولكن هادشي ماشي طبيعي. هادشي الدار هادي كنسمعها من شحال هادي عندها جوج عوامل. كاين العامل الاول داكشي ديال البنات اللي تيحيدوا بداك الحبوب لوجههم ودوك المسائل، والعامل الثاني داكشي ديال التقاليد ديال شحال هادي كيقول لك لا البنت الا دارت البنت الهضره لوجهها تتزوج. ولكن كنقول لك اختي من هذا المنبر هذا داكشي راه ما كاينش منه. ثيني ثيني قبايره راس قبايره الدنيا هي ثيني قولها ثيني الرزق ديالك حتى يجي عندك لداركم راه ما كاينه لا هضره لا حتى شي حاجه. انا كنقول انا داكشي خرافات حيت الى الواحد الا كانت مكتبه له شي حاجه يعني غادي تكون ماشي لا الا صحتي له هضره في وجهك راه غادي تحيد لك التوكال ولا غادي تحيد لك شي حاجه اللي يعني الله مكتبها لك. ما كنظنش يعني هذيك معلومات غير كتوهم الواحد وصافي كتزيد بحال اللي كتخبي الحقيقه كترجع حقيقه زائفه وصافي. تيقول اختي باللي الهضره قال لك تيديرها لوجههم اللي عنده شي كلف ولا شي حاجه تتحيد له تي تيقولوا اللي عنده شي ثقاف ولا شي حاجه هادشي اللي تيقولوا قال لك تتحيد. تنقول هادشي باللي الناس النص تيقول لك داكشي مجربينه باللي بصح والنص يقول لك داكشي خرافات. الناس كيديروا ما عرفتش انا علاش كيديروا هاد الناس وين هما مغاربه هادي حيله قديمه كانوا كيديروها باش يجيبوا باش يحيدوا عليهم العين ويجيبوا الزواج وشحال من حاجه. واني في هذا الوقت هذا مابقاوش الناس كيديروا بزاف لحقاش الناس توعى وكلشي ولا واعي وداكشي بلا راه غير تخربيق وياخذ هبيل. هاد القضيه هادي هي كذوب وحنا دابا في القرن 21 وفي الطب تطور وكاين بزاف ديال الحوايج اللي ممكن نعالجوا بهم وجهنا. واما بالنسبه للهضره وهادشي هذا فهي خرافات كيديروا من الناس القدام. ان يعني بالنسبه للاجيال الصاعده كنظنش انا يقدر يزعم شي واحد انه يجرب هادشي هذا. وخصهم يبقاو يديروا داك العالم تبقى في الطبيعه ديالها هاك حلو السوا بارك. كانوا تيديروا بحال جدودنا شحال هادي دابا بقات هذيك بحال تنقولوا فلسفه الاجداد وهي اللي ولات دابا الدراري تيبغيو يديروها تيقولوا يوصيو ولادهم عليها حتى هما يديروها. تنظن انا هذه ماشي شي حاجه اللي مزيانه هي هضره وكلام صافي. ولكن ديك القضيه ديال دير لها دوره في وجهك انا ما فكره ما والو عندي ما تنتقبلهاش كاع. دابا كاين تبارك الله المنتوجات فوندو تانك لا تبان زويون كيوتا هما تفاح اخوخه. ولكن باش دير لها دوره في وجهك راه ما كتنوض الحياه في السيف ولا ما جاتش. لا ما كانوا تيديروا ديك القضيه ديال الشحمه تيركبها فوق دارك باش تتزوج. ولا الناس غادي نقول لك داك الشيء ما منوش داروها الاخ ديالي نركبوا له الهضره فوق سميتها الشحمه فوق دارو كانوا باغيين يزوجوا ساعه ما كتبش. البنات يقدروا يديروها الا كان شي وحده خايبه. ما كنظنش انا عمرني ما جربتها ولكن يعني شحال من واحد تيقول لك جربتها هادي ولكن ما كنظنش يعني ما عندها حتى شي ما كيكون حتى شي تغيير. لا ما نجربهاش ما تعرفش شنو العواقب اللي كيكون موراها. خص الاطباء خص عمل حاجه يكون فيها التحاليل باش تريق الحاجه ما تعرفش شنو يكون فيها. العلم لله ويعني الواحد خصو يطور شي شويه وينمي العقل ديالو ويشوف الحاجه اللي فيها فائده. اما الهضره يعني ما كنظنش شي واحد غادي يقدر يجربها. واخا مره جدي تقول لك الدم وداك الشيء طلي به وجهك هذاك الشيء ولكن ما عمر شي واحد في العائله دارها ولا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.